السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب فيكم مشاهدي قناة الريان في حلقة جديدة من برنامج عوافي، اللي راح نقدم لكم فيه وصفات غذائية صحية مقدمة المطبخ الصحي الجمعية القطرية للسرطان. وصفتنا لليوم مكونها الرئيسي الكرنب الأحمر والمتعارف عليه بالملفوف. تناول الملفوف الأحمر بانتظام يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي والتخفيف من حدة أعراض بعض الأمراض اللي تصيب الجهاز الهضمي مثل التهاب القولون العصبي. وصفتنا لليوم عصير الشمام بالكرنب الأحمر. المكونات: الكرنب الأحمر 200 جرام، شمام 250 جرام، العنب 150 جرام، البطيخ 200 جرام، البرتقال 340 جرام، عصير الليمون 50 ملي. مشاهدينا، نبتدي أول شيء بإضافة الكرنب الأحمر. دائما في المكينة أنا أحب أفضل الأشياء الجافة أو الأشياء اللي راح تأخذ وقت في الخلط. نضيف الكرنب الأحمر الكامل، ثاني شغلة راح نحطها الشمام. الشمام مفيد للقلب ويعزز أيضا من صحة الجلد. راح نضيف الشمام كامل. ودائما مشاهدينا، العصائر هذه أنصح دائما أنكم تسوونها مع أطفالكم لأنها جدا سهلة والأطفال راح يستمتعون في رمضان. وثالث مكون راح نحطه العنب. العنب يعزز من البكتيريا النافعة في الأمعاء ويخفض أيضا من الكسرول اللي موجود في الجسم. ورابع شيء راح نحط البرتقال. طبعا البرتقال غني عن التعريف، فيه فيتامين سي بكثرة. وبعدها راح نحط البطيخ. والشيء اللي دائما اقوله لكم، الجهاز هذا ممكن نستغني عنه ونضيف ونستعمل الخلاط العادي. بس راح نضيف دائما شوية ماء عشان يساعد على الخلط. وآخر شيء راح نسويه راح نضيف شوية عصير ليمون. مشاهدينا، العصير الحين عندنا جهز، راح نحطه في كوب التقديم. وآخر شيء راح نضيف الثلج. دائما هذه العصائر أنصح أنكم تشربونها وهي باردة. وآخر شيء نزين الكوب بالليمون. وبكذي تكون عندنا الوصفة جاهزة. مشاهدينا، الغذاء الصحي والمتوازن يحتاج إلى قرار. تذكروا دائما، غذائنا مرتبط بصحتنا.